حياكم الله من جديد. لا يمكن لأي أحد إنكار جهود المملكة في مكافحة الإرهاب وتجاهل ما تقوم به، حيث حققت السعودية اليوم خطوات استراتيجية في محاربة التطرف والإرهاب، يظهر ذلك واضحا في المنجزات المحققة في هذا الجانب، بل أن العديد من التقارير تثبت يوما تلو آخر نجاح المملكة كنموذج متميز في مكافحة الإرهاب ومحاربة التطرف بكافة أشكاله والعابر للحدود. معي للحديث حول هذا الموضوع الدكتور محمد الفايدي، خبير الفكر الاستراتيجي. حياك الله معنا دكتور محمد، شكرا لقبول بدعوة البرنامج وحضورك معنا اليوم. الله يحييك أستاذ جمال وكل من يشاهد قناة روتانا الخليجية، وأنا سعيد بهذا اللقاء الذي حقيقة يخص المملكة العربية السعودية وجهودها في مجال مكافحة التطرف والإرهاب، هذا الخطر وهذا الداء الذي أنهك دول العالم، وحقيقة الدول تكاتفت فيما بينها وتعاونت للتصدي لهذا الخطر. المملكة رائدة في هذا المجال، لديها جهود تذكر وتشكر، ولديها تجربة ثرية في مجال مكافحة هذا الفكر المتطرف وهذا الإرهاب القاتل للشعوب والآتي على المقدرات للشعوب كذلك. جميل، خلينا نروح دكتور يمكن الجزء مهم جدا، وإحنا نتكلم عن جهود المملكة في مكافحة التطرف، كيف اليوم ترى جهود المملكة؟ يعني كيف نقرأ اليوم جهود المملكة خلال العقود الماضية في مكافحة الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله؟ ماذا تقول في ذلك؟ المملكة اتخذت مسارات عديدة لمواجهة التطرف والإرهاب، وفي مقدمة هذه المسارات التدابير القضائية والتشريعية بداية، وسنت قوانين وتشريعات، وأعلنت وزارة العدل العديد من البيانات حول هذا الجانب، أعلنت كذلك هيئة كبار العلماء العديد من البيانات حول تجريم هذا الفعل وما يترتب عليه من عقوبات. الجانب الآخر من التدابير هي التدابير التوعوية، والمملكة أخذت في هذا المسار جهود متعددة في الجانب التوعوي. على المسار الآخر كذلك في مجال التدابير الوقائية، المملكة ركزت على هذا الجانب وأعطته حقه فيما يتعلق بعمليات الإعداد والتدريب والمواجهة. المملكة استطاعت أن تفشل أكثر من حوالي 95% من العمليات من خلال العمليات الاستباقية أو الجهود اللي هي سابقة للعمليات الإرهابية وإفشالها، وفي هذا الجانب المملكة كانت محط أنظار دول العالم في التصدي لهذا الخطر، خطر الإرهاب والتطرف. من ضمن التدابير كذلك الجوانب التعاون الدولي، المملكة على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي بذلت جهود جبارة في هذا التعاون، والمملكة انضمت لكل الاتفاقيات العالمية المعنية بمكافحة الإرهاب والتطرف، بدءا من اتفاقية طوكيو في عام 1963 المعنية بمنع القرصنة على الطائرات ومنع الجرائم الطائرات واختطافها، ومرورا بالاتفاقيات الدولية المنظمة لهذا الجانب. المملكة كانت ليست المملكة دورها فاعل في، ليست هي تنضم للاتفاقيات، المملكة كانت تنظم وتشارك في إعداد تلك الاتفاقيات من خلال جهودها وخبراتها وتجاربها السابقة في هذا الخطر وفي التصدي له. المملكة كانت فاعلة في لجنة مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة، ثم المركز دعم الإرهاب ومنع الإرهاب في الأمم المتحدة كذلك. المملكة عقدت العديد من المؤتمرات في هذا الجانب، عقدت المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب في عام 2006، ثم كذلك المملكة عقدت ندوة معنية بهذا الجانب في عام 2009 لمواجهة الفكر المنحرف والفكر المتطرف. المملكة لها جهود جبارة جدا في الاتفاقيات، أسست الاستراتيجية من الدول العربية في عام 1996، ثم في عام 1998 كانت الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والتطرف، ثم 2004 كانت الاتفاقية دول المستعمر الخليجي لمكافحة الإرهاب. منظومة جدا متكاملة المملكة تحرص عليها وتعززها وتقويها في هذا الجانب. على المستوى الداخلي المملكة صارت خطوات حديثة في مجال التدريب والإعداد والتهيئ والتوعية. المملكة أخذت مسار آخر اللي هو مسار التدابير الناعمة،
واتخذت إجراءات كثيرة جدا في مجال التوعية، حملات السكينة، سلاح التعليم، إرشاد وترشيد الخطب، هذه كلها جوانب كانت تسير في نسق متسق وفي مسارات متوازية لعملية الاحتواء هذا الفكر المتطرف ومنع ومكافحة الإرهاب. المملكة أنشأت مركز اعتدال، المملكة دعت وأسست التحالف الإسلامي لمكافحة العسكري لمكافحة الإرهاب من حوالي 41 دولة، تضامنت هذه الدول للتصدي لهذا الخطر. المملكة كثير ما تعمل على تبادل المعلومات وتبادل المجرمين وكذلك تمرير المعلومات بين الدول في مجال مكافحة التصدي للإرهاب. هذه كلها جهود تتكامل فيما بينها لمنع والحلول دون ولا لعلنا شاهد أنه كيف أن الإرهاب بدأ يتراجع بشكل واضح بشكل جريء خلال السنوات الماضية. لا شك ممكن راح أجي على الجانب الفكري، لكن خليني قبل ما أجي لما بتكلم يمكن عن جزء مهم، أنه كل هذه الخبرات يمكن اليوم العملية والمعرفية دكتور، وكذلك أيضا بالإضافة إليها الخبرات الميدانية اللي مرت فيها المملكة واللي أثبتتها الضربات الاستباقية للإرهاب خلال العقود الماضية، أسهمت في تقدم المملكة 13 مرتبة في مؤشر السلام الإيجابي 2022 الصادر من معهد الاقتصاد والسلام. كيف أسهمت الخبرات في الوصول إلى هذا المركز؟ هذه الخبرات التراكمية للمملكة استطاعت المملكة من خلالها أن تثبت للعالم أنها على مقدرة تامة في احتواء هذا الخطر ومعالجته معالجة واعية ودقيقة وكذلك ناجحة وناجعة في هذه المعالجات. المملكة أثبتت للعالم أنها كيف استطاعت أن تفشل هذه العمليات من خلال إجراءات استباقية وإجراءات وقائية سابقة. هذه الإجراءات الوقائية السابقة استطاعت من خلالها أن تمنع أو تحول تماما من أن تحدث كثير من العمليات اللي هي عمليات ذات تأثير بليق على الاقتصاد الوطني وعلى الأمن والاستقرار الداخلي، وكذلك المنظومة الدولية كلها تتكامل وتتعامل مع المملكة وتتعاون معها في مواجهة هذا الخطر والتصدي له. المملكة عندما هي تحقق هذه الدرجات وتقفز هذه القفزات هي بناء على إجراءات وبناء على خطوات ثابتة وراسخة وكذلك تجارب استطاعت المملكة أن تبنيها خلال خبرتها في مجال مواجهة هذه الظاهرة منذ التفجيرات في بداية عام 1996 ومرورا بتلك الحوادث اللي حصلت بعدها. المملكة استطاعت أن تواجه هذه العمليات بنجاح، ومن خلال هذه النجاحات أثبتت المملكة أنها على قدرة على تتبع هذه العمليات وتجفيف منابعها وكذلك منع اتساع هذا الفكر المتطرف الذي استطاعت المملكة أن تحول دون توسع هذا الفكر وانتشاره خاصة بين طبقات الشباب. طبقات الشباب وتحديدا الجانب الفكري، وهذا يمكن كان أحد المرتكزات الأساسية دائما للجماعات الإرهابية لاختراق الشباب والوصول إليهم. اللافت دكتور خلال هذه العقود أنه كل اليوم الجهود اللي قامت فيها الحكومة اليوم في دحر الإرهاب وتفتيت وتجفيف منابع الإرهاب كانت مدعومة بحاضنة شعبية طوال هذه المدة، بل أنه هذه الحاضنة أصبحت تزيد وتزيد فترة عن فترة. فلسفة المملكة اليوم في التعامل مع الإرهاب بالمقابل نشر قيم الاعتدال والتسامح ما هي؟ المملكة تمتلك مبدأ واضح وجلي في أنه الأفكار تترجم إلى الأقوال والأقوال تتبع الأفعال والأفعال إليها الاتجاه والتوجه والسلوك والسلوك إليه المصير. نعم. وبالتالي هذا المصير المفشع الذي تؤول إليه نتائج تلك العمليات الإرهابية، المملكة تدرك حجم هذا الخطر وبالتالي اتجهت في أن تعمل بجهود متعددة ومتكاملة في عملية احتواء ومنع اتساع هذا الخطر. الانحراف الفكري، هذا الانحراف الفكري الذي فعلا يقود الشباب إلى 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 الهلاك من خلال انه تبقى النصوص انتقائية الاحكام، كثير اشياء صراحه، يعني حتى الاقوال الشاذه بعض الاحيان فيما يتعلق ببعض القضايا، هذه كلها كانت مؤثرات يعني معينه تحاول من خلال الجماعات الارهابيه الدخول للشباب. التأثير على الفكر الشبابي هو عمليه تركز على نقطه تبقيض الحياه و
كراهية الشباب في هذا الحياة والتحول إلى حياة برزخية أخروية فيها من الجمال وفيها من الملذات وفيها من المطائب. من خلال هذه الزاوية كان التأثير على فكر الشباب سهل ويقودهم إلى الانضمام إلى تلك التنظيمات وتلك الجماعات الإرهابية وتلك التنظيمات المتطرفة. عندما أتى الجانب الحاضن الفكرية والتركيز على جانب البحث العلمي في عملية استقلال أساليب ووسائل البحث العلمي في وإنشاء كثير من الكراسي البحثية، من كرسي الأمير نايف بن عبد العزيز رحمه الله للأمن الفكري والوحدة الوطنية، وكثير من كرسي الأمير سلطان رحمه الله كذلك بن عبد العزيز للدراسات الإسلامية، كرسي الأمير نايف للسنة النبوية. هذه الجهود البحثية وهذه الجهود العلمية استطاعت أن تشكل قاعدة أساسية للانطلاقة نحو تحييد هذا الفكر وتحجيمه وتقليل كذلك اعتناق الشباب لمثل هذه الأفكار المحارفة التي تقودهم في النهاية إلى الهلاك. اليوم إلى أي مدى استطعنا، يمكن احنا نقول أننا بنسبة كبيرة يمكن المملكة تمكنت من دحر هذا التطرف، تجفيف منابع الإرهاب، لكن هل لا زال خطر الإرهاب اليوم قائما، ليس فقط في المملكة، نتكلم بالعالم بشكل مجمل، هل لا زال قائما وموجودا؟ ماذا نحتاج لمواجهته؟ يظل الإرهاب هو جزء من المنظومة الدولية والصراع الدولي. الحرب الدائرة في أوكرانيا الآن لها خلفيتها ولها ترجمتها على أرض الواقع، والدعوة إلى انضمام مجاهدين متطوعين إلى الحرب في أوكرانيا تفتح وتوسع مجال التنظيمات الإرهابية لاستقلالها والنفاذ من خلالها. منطقة الشرق الأوسط كمنطقة حيوية في منتصف العالم بين الشرق والغرب، تجعل التنظيمات الإرهابية أن تتخذ منها جسر عبور إلى مثل هذه المواقع، سواء من خلال جنوب آسيا وما يحدث فيه من عمليات إرهابية، أو أفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى وما يحدث فيه من عمليات إرهابية وتنظيمات إرهابية قد تتكتل وتشكل فيما بينها، وتستقل الحرب في أوكرانيا أو فيما بعد الحرب في أوكرانيا للانطلاقات أو لانطلاق عمليات إرهابية برؤى جديدة وبأسلوب جديدة، ويدخل في مفهومنا مفهوم جديد للإرهاب والإرهاب البيولوجي والإرهاب النووي كنتائج وكفرزات لمثل هذه الحروب التي الآن دائرة في صراع بين القطبين، القطب الغربي والقطب الشرقي، من خلال هذه المنظومة الدولية التي الآن تعمل على إعادة تشكيل نظام أو مفهوم دولي جديد ممكن للتنظيمات الإرهابية هذه أن تستقل وتنفذ من خلاله. هل لازالت التنظيمات الإرهابية اليوم تمارس نفس تقليدية الأساليب السابقة في استقطاب اليوم خلينا نقول العناصر البشرية لهذه التنظيمات، أم أن هناك أساليب حديثة اليوم طرأت؟ تظل الأساليب التقليدية جزء متغير في حياة التنظيمات الإرهابية، وتعمل على تنميتها وعلى تطويرها، ولكن كذلك على مسار آخر التنظيمات الإرهابية تبتكر أساليب جديدة وتستقل كذلك وسائل ومعطيات جديدة، تستقل التقنية في عملية النفاذ كذلك إلى عناصر من خلال الأدوات المتاحة الآن عبر برامج مختلفة وعبر تطبيقات مختلفة، تستغل معطيات التقنية في عملية إيجاد أرضية وتربة خصبة لبناء جسور مع سواء عناصر جديدة أو عناصر قد انفصلوا عن تلك التنظيمات ثم تحاول تستقطبهم وإعادة تأهيلهم من جديد أو بنائهم من جديد. الأسلوب الذي قد تبتكر التنظيمات الإرهابية هو إعادة البناء لعناصرها من جديد وإعادة تأهيلهم وتدريبهم بأدوات وبأساليب وبأفكار جديدة، من خلالها تستقل الأحداث القائمة في دول العالم، سواء الأحداث السابقة أو الأحداث الحالية، ثم تضع لها بؤر جديدة، من خلال هذه البؤرة تنطلق بأدوات وبأساليب تعاون قد يكون حتى من خلال بعض العناصر أو بعض التنظيمات والمنظمات أو بعض الأحزاب التي هي تدعم مثل هذه العناصر وهذه التنظيمات الإرهابية. دكتور، يعني
يوم معهد الاقتصاد والسلام واللي صدر يمكن مؤشر السلام الايجابي والوضع المملكه في المرتبه 13، حقيقه هذا التقرير يمكن من اكثر التقارير حياديه اللي يمكن اذا جاز لنا وصفه بهالطريقه، رغم انه المملكه عانت الكثير من ويلات الارهاب، فقدت الكثير من المقدرات، فقدت الكثير من ارواح الابرياء اثناء موجات الارهاب التي مرت بها المملكه داخليا انا اتحدث، الا انه الكثير من المؤسسات الغربيه كانت دائما لا ترى هذه الجهود التي تقوم بها المملكه. اليوم جاءت احدى المؤسسات ووضعت هذا التقرير بشكل حيادي، ماذا تقرا؟ الواقع العملي في المملكه يعكس فعلا جهودها ويثبت للعالم ان المملكه فعلا استطاعت ان تحيد الارهاب وان فعلا تمنع كثير من العمليات الارهابيه وتنجح كذلك من خلال الضربات الاستباقيه، وهذه النجاحات التي اثبتتها المملكه اداء وكذلك مشاركه مع الدول الاخرى، التفاعل الذي تنطلق سياسات المملكة منه مع الآخر ومع الدول الأخرى في عملية منع وتحييد الإرهاب، المملكة استطاعت حقيقة أن تؤسس لمنهج جديد وأسلوب جديد في مواجهة قضاياها الداخلية والخارجية، وهذا المنهج هو جعل مثل هذه المنظمات فعلا في تقاريرها أو سواء في تقييمها للمملكة في المحافل الدولية وفي اجتماعات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، كل هذه الرؤى التي تسير عليها المملكة في إجراءاتها هي ما يقود تلك المنظمات إلى أن تكون على الأقل منصفة جزئيا مع المملكة، ولكن الإنصاف ليس هو إنصاف شامل ومطلق لكنه إنصاف جزئي للمملكة في جهودها. المملكة حقيقة عانت ومرت بتجربة مريرة في مجال الإرهاب ومجال مكافحة الإرهاب، وإرهاصات الإرهاب على المملكة كانت واضحة وجلية، لكن المملكة استطاعت أن تجعل من 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 من, من هذا الداء دواء. هذا الدواء ليس قاصر على المملكة فحسب، ولكن الدول الأخرى استفادت من تجارب المملكة. المملكة كانت جهودها على كل المسارات، ليست هي الجهود الأمنية والوقائية بصفة مباشرة، ولكن الجهود الأخرى من خلال التدابير الناعمة ومجال المناصحة وكذلك التأثير الفكري ومراجعة مناهج التعليم وكذلك البرامج الإعلامية والتوعوية والجهود المجتمعية كذلك الأخرى التي تتكامل مع الجهود الرسمية في الوقاية من الإرهاب والانحراف والتطرف وأثارهما السلبية على الفرد والمجتمع. شكرا جزيلا أقدم لك كل هذه الإيضاحات وكل هذه المعلومات دكتور محمد الفايدي، خبير الفكر الاستراتيجي، متحدثا عن جهود المملكة في مكافحة التطرف وتجفيف منابع الإرهاب. بعد الفاصل نتحدث مع الأستاذ حمود الحربي المتحدث الرسمي لهيئة الزكاة عن إعفاء الشركات من الغرامات المالية المرة الثالثة، ابقوا معنا. We'll be right back.